أول حضن تاخده ماما تشيله وتضمه بتقول له إيه في الحضن ده وبعدين ترضعه. العالم كله بيرحب بيك يا حبيبي. لو الإنسان ده ملقاش أم أو ملقاش أم حنينة يعيش كل حياته بإصابة اسمها إصابة الشك. عارفين إصابة الشك يعني؟ يعني أنا مهدد، يحس أنه إنسان مهدد، وكل من بيتكلم معاه أو بيتحاور معاه أو بيتعامل معاه دايما يبص كده يشوف يا ترى هو أمين مخلص صادق ولا يعني حاجة تانية. المؤتمر السنوي للأسرة القبطية السنة دي كان بيدور حوالين بعض الموضوعات اللي بتهم حياة الأسرة، خاصة في معاملتها مع أبنائها من الجيل الثاني، في اللقاء والتواصل مع أبنائنا، وفي الاختلاف الثقافة الغربية عن الثقافة الشرقية اللي الأسرة جاية بيها من مصر وبتحاول تتأقلم مع ظروف الحياة هنا في المجتمع الغربي، فبيحصل فرق بين الحضارتين والثقافتين، فأولادنا في الجيل الثاني مش بيتقبلوا الحاجات الشرقية القديمة، فبنحاول ان احنا نتكيف مع ظروفهم هنا في المجتمع. الموضوع الثاني تكلمنا عن الميديا في الأسرة وتأثيرها والتعامل معاها وفهمها الصحيح واستفادة منها كوسيلة في الحياة المعاصرة. المؤتمر كان ناجح جدا وكان مشبع، واستضفنا فيه الدكتور يسري أرمانيوس من أمريكا، وألقى ثلاث محاضرات مهمين جدا امبارح والنهاردة، وفضل لنا يومين تاني في المؤتمر نستكمل فيهم بقية المحاضرات. شكرا جزيلا. الحقيقة باخد بركة كبيرة قوي هنا في مؤتمر الأسرة كريسمس 2018 مع كنائس هولندا ومع سيدنا نيافة الأنبا أرساني. هو طلب مني أتكلم في ثلاث مواضيع أساسية. امبارح اتكلمنا في موضوع خاص بتأثير أو الفرق بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية والتكيف على أرض المهجر هنا بالنسبة للأسر المهاجرة والصعوبات اللي بيقابلوها، والكلام ده كله تأثير على أولادنا وبناتنا. النهاردة عندنا موضوعين. خلصنا موضوع من شوية كنا بنتكلم على أثار الجروح والإصابات اللي الإنسان بيتعرض ليها في الصغر وفي الطفولة وتأثيرها على حياته وعلى العلاقات، وإزاي الإنسان يتعامل مع الجروح بتاعت الماضي ويواجهها وتتعالج. النهاردة بعد الظهر عندنا موضوع شيق تاني طويل، هنتكلم على الميديا وتأثيرها على أولادنا، إذا كانت حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة، والنواحي السلبية والنواحي الإيجابية، وإذا كان في حاجة دلوقتي جديدة اسمها إدمان الميديا وإزاي نتخلص منها وإزاي نحمي أولادنا وبناتنا من الأخطار اللي بيتعرضوا ليها في الميديا النهاردة. وأنا حقيقة شعر ببركة كبيرة جدا إن أنا أجي أخدم في المؤتمر ده. أشكركم.